جزاكم الله خيرا. تقول لي أخت من والدي ولها أولاد ذكور، هل هؤلاء الأولاد محارم لوالدتي أم أنهم أجانب نعم عنها؟ لي أخت من والدي ولها أولاد ذكور، فهل هؤلاء الأولاد محارم لوالدتي أم أنهم أجانب عليها؟ تعني أن لها إخوة من غير أمها؟ لها أخت من والدها من غير أمها، نعم، ولهذه الأخت أولاد ذكور، وحينئذ تسأل هل هم أجانب عن والدتها أم أنهم من المحارم؟ نعم، هؤلاء محارم لأمها لأنها زوجة جدهم، لأنها زوجة جدهم من أمهم، فهي داخلة في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فالأب يشمل الأب والجد من قبل الأب أو من قبل الأم، كلهم يسمون آباء، وزوجاتهم حرام على أولادهم وعلى حرام على أبنائهم وعلى أحفادهم وعلى أولاد بناتهم. نعم.